بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، أولا كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعتكم في هذه الأيام المباركة، أيام العشر ذي الحجة التي يحب الله فيها العمل الصالح. أحببت فقط اليوم أن أذكركم بصيام يوم الاثنين الذي هو يوم الوقوف بعرفة، وهو من الأيام التي يغفر الله فيها لعباده بحيث يذل الشيطان وينصر عباده ويغفر لهم ويقبل توبتهم. فهذا اليوم مهم لهذا السبب. وهناك سبب آخر أيها الأحبة، أن يوم الاثنين هو يوم تصعد فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب أن يصعد عملي وأنا صائم. فهو يوم تصعد فيه الأعمال. ثم إن الصيام له فوائد كثيرة، وبخاصة أننا في عصر الوباء اليوم أيها الأحبة، له فوائد كثيرة جدا. الصيام له فوائد كثيرة في تنشيط وتجديد النظام المناعي للجسم. لذلك أحببت فقط أن أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل طاعتكم في هذا اليوم الفضيل، وأن نتذكر الصيام يوم عرفة لأنه يكفر ذنوب سنة مضت وسنة آتية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.